هذا البرنامج برعاية إيفر كافيه. أسعد الله أوقاتكم وتقبل من الله وتقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصالحات أعمالنا. طبعا الموضوع اليوم يمكن راح يطول لحلقة، يمكن راح يطول لحلقات، ويمكن يعني بنكمله إلى بعد العيد، لأنه موضوع جد مهم جد مهم. وقبل كل شيء شكرا 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 على التفاعلات وعلى الآراء والاقتراحات والتعليقات، شكرا على كل شيء. شكرا على احنا اليوم 27 رمضان، 27 حلقة من مختصر المفيد. انا استفدت منها واستفدت من تفاعلاتكم واستفدت من اطروحاتكم واستفدت الكثير والكثير، فشكرا وكل عام انتم بخير. راح اقول لكم اياها مقدما ان شاء الله، وعاد الله علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه بكل خير ويمن وبركه. هذا اول شيء. الموضوع اللي نتكلم عنه من العنوان اداره الازمات، واللي خلاني اني اطرح هذا الموضوع هو تصرف الخطوط الجويه العربيه السعوديه مع الحادث الذي حدث من قبل يوم كم يوم كذا، في يوم السبت الماضي، مع حادث اللي تعرضت له احدى طائرات الخطوط الجوية السعودية. التصرف، طريقة تقديم المعلومات والبيانات، البيان الاول ثم البيان الالحاقي، التفاصيل الموجودة في هذا البيان. يمكن انتم تشوفوا الحين البيان قدامكم، البيان الاول، طريقة كتابته، طريقة صياغته، هذا درس من دروس الإدارة الإعلامية للأزمات. هذا درس لازم نتعلمه، والشيء بالشيء يذكر. شركات الطيران من أكثر الشركات اللي تقدم دروس في الإدارة الإعلامية للأزمات. من ما يتذكر 2016 شهر أغسطس، حادث احتراق طائرة طيران الإمارات في مطار دبي، الرحلة القادمة من مطار ترافندرام في الهند. خروج سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات في هذاك المؤتمر الصحفي، وقبلها خروج في بيان مرئي باللغة الإنجليزية. الحين أنتوا تشوفوا لغة الجسد، حتى عدم وجود أي إشارة لطيران الإمارات في بيان مثل هذا. هذه درس للشركات والمؤسسات، ايضا للحكومات في التعامل الاعلامي مع الازمات اللي تصير. من الاشياء المهمه والشيء بالشيء يذكر، ما دام ان احنا ذكرنا تعامل الشركات، ايضا نذكر تعامل الحكومات. مثلا حكومه سلطنه عمان في تعاملها مع الكوفيد بانداميك او جائحه كورونا، تعاملها كان تعامل راقي، تعامل يدرس في كيفية تقديم البيانات، في كيفية تقديم المساعدة، أيضا شرح، وأيضا شرح خارطة الطريق. الأمر ما كان اعتباطا يا جماعة. لما تكون مؤسسة ما، سواء كانت حكومية أو خاصة، تمتلك فريق إعلامي فاهم وقادر على إدارة الأمور وإدارة الأزمات، النتيجة راح تكون واضحة، وبتشوفوها مثل ما شفتوها في طيران الإمارات والخطوط الجوية العربية السعودية، حكومة سلطنة عمان في تعاملها مع جائحة كورونا، وعدد من الحكومات حول العالم. على النقيض تماما، اللي يتذكر حادثة سفينة الشحن إيفر جرين في قناة السويس ويشوف التصرف والإدارة الإعلامية للأزمة، راح يدرك أنه هناك في خلل كبير عندما يوسد الأمر إلى غير أهله. يا جماعة لازم نفرق بين الإعلام والعلاقات العامة والتواصل، قد تندرج كلها في نفس البوتقة
لكن لكل منها علم خاص يدرس ويتكامل مع بعض أو بعض عشان تشوفوا الصورة الواضحة أمامكم. الحين يبدو أني أنا طولت في هذا الموضوع بالفعل، لكن يا جماعة من المهم أن نفرق بين العمل الاحترافي والعمل الغوغائي الغير منتج. من السهل أن أنا أجيب أي واحد يصور لي فيديو ويعمل لي منتج حلو كذا محتوى، بس هذا المحتوى قد يكون سلبي ويؤثر في الصورة الذهنية المرتبطة بالمستهلكين عندي أو المتفاعلين معي، ويمكن بكاميرا محدودة أو زهيدة الثمن، بس المحتوى اللي أقدمه كبير يوصل الرسالة إلى أبعد ما تتصورون. بالمختصر المفيد، على أساس أنك تصل إلى أهدافك عليك أول شيء بالتخطيط. وبكذا وصلنا إلى ختام سلسلة المختصر المفيد لهذا الشهر الفضيل. تقبل الله منا ومنكم صالحات أعمالنا وقيامنا وصيامنا، وكل عام وأنتم بخير. نراكم في رمضان القادم ونراكم الأسبوع القادم في قهوة وفنجان.